وزي ما كنا بنتكلم عن مجلس طبعا الحوار مجالس الحوار الوطني وهذه الجلسات اللي بيتم فيها مناقشة محاور مختلفة. من أهم هذه المحاور المحور المجتمعي اللي بيعتبر يعني ليه الحقيقة خلينا نقول تفاعل مباشر كمان مع المواطنين، عشان كده هو من أهم هذه المحاور. في أفكار كتير جدا ومناقشات كتير جدا تتناول موضوعات وملفات بتهم المواطن في المقام الأول. خلينا نتابع هذا اللقاء مع المهندس خالد عبد العزيز مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني وزير الشباب والرياضة السابق، وهذا اللقاء طبعا أجراه الزميل رجاء رمزي. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مستمرون في هذه التغطية لفعاليات ومناقشات الحوار الوطني. طبعا الكثير من الأفكار، كثير من الأطروحات يتم تداولها في هذه الجلسات، نتعرف عليها أكثر، نتعرف على الانطباع العام على الحوار الوطني في يومه الثاني وخاصة في المحور الاقتصادي. ينضم طبعا إلينا معالي وزير الشباب والرياضة السابق مهندس خالد عبد العزيز. باشمهندس حضرتك طبعا مشرفنا ومنورنا، انطباع حضرتك عن اليوم الثاني من جلسات الحوار الوطني؟ الحقيقة الانطباع كان جيد جدا في الجلسة الافتتاحية، والحقيقة ده يعني شجع ناس كتير وحمس ناس كتير انها تيجي وتتابع وتحضر الجلسات النقاشية وتعد بعض الآراء والمقترحات وطرق الحلول يعني للمشكلات الموجودة. والحقيقة بدأنا يوم الأحد اللي فات بالمحور السياسي، وكان الحقيقة الجلسة بتاعت مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب كان نقاش متميز جدا، لأنه طبعا جميع التيارات السياسية والأحزاب والإيديولوجيات والنقابات المهنية والخبراء كانوا موجودين ونواب البرلمان ومجلس الشيوخ. فالحقيقة كان حوار ثري جدا، وأعتقد أن هم وصلوا فيه إلى بعض نقاط التوافق، وكمان امتد الموضوع أن هم إن شاء الله الأسبوع القادم هيقدموا بعض الحلول العملية أو بعض المقترحات الفعلية لموضوع الانتخابات، سواء بقى على القائمة المطلقة أو القائمة النسبية. صحيح. لكن هو في الأول وفي الآخر اتناقش فيه كل العيوب والمزايا في المقترحات المختلفة ثم تقديم حلول. فده أنا شايف أنه أهم حاجة ان احنا مش بس نذكر المشكله او بس نقول ايه التحديات. صحيح. لكن البدائل. على الاقل البدائل ونقدم ايه، فده شيء مهم جدا. حضرتك باشمهندس خالد يعني مقرر المحور الاجتماعي، مع ذلك حضرتك مهتم انك تتابع فعاليات الحوار الوطني ونقاشي وجلساتي في اليوم المخصص للمحور الاقتصادي. كيف تابعت اليوم النهارده ابرز المقترحات، افضل البدائل، الاطروحات اللي استرعت انتباهك في الجلستين النهارده؟ النهارده في جلسه خاصه بالعداله الاجتماعيه والجلسه الاخرى خاصه بمحور السياحه. الحقيقه انا حضرت يعني جانب من جلسه السياحه وجانب من جلسه العداله الاجتماعيه. لسه لغايه دلوقتي ولسه يعني في جلسه بعد الدور كمان، ما زال حتى الان في الجلستين كل الحديث عن التحديات والمشكلات اللي بتقابل قطاع السياحه وموضوع العداله الاجتماعيه. لكن لسه حتى الآن المناقشات ما وصلتش إلى طيب إيه بقى الحلول اللي احنا ممكن نحطها. فأتوقع أن احنا النهاردة الصبح ده كان مجرد عرض للتحديات والمشكلات. أتمنى أن الجلسة بتاعت المسائية يكون فيها بقى بعض التوصيات الحقيقية لكيفية الحل. فأنا وجهة نظري وأنا مثلا عندي في المحور المجتمعي، ممكن جدا حد يقوم يقول لي احنا عندنا مشكلة في التعليم، أن احنا عندنا كثافة في الفصول. كويس قوي، شيء معروف كل الناس عارفاه. البدائل هيقول لي طب نبني مليون فصل في السنه. طب هنبني مليون فصل في السنه دول بكام؟ وهنبنيهم فين؟ هنوزع المليون دول ازاي؟ هنحط كم 100,000 في حته وكم 1,000 في حته حسب الخريطه؟ مهمه جدا معلم. فانا متشكر جدا انك تقول لي ده اللي انت عندك تحدي في التعليم اسمه كذا، او حاله المدرس. ولازم نحسن حاله المدرس. طيب هنحسن حاله المدرس ازاي؟ هنعمل ايه؟ هنرفع الاجر ازاي؟ هيبقى تاهيله شكله ايه؟ وبدا بكام؟ ولذلك حضرتك بتسالني، ايوه انا بحضر المحور الاقتصادي والسياسي لان موضوع التعليم والصحه كخدمات لابد ان يكون ليهم جانب اقتصادي وجانب تمويلي. حاجات الخدميه زي التعليم والصحه لا يمكن تتطور وتتحسن الا باعتمادات ماليه موجوده، ولازم تبقى طبقا لامكانيات وموارد الدوله. فعشان كده لابد ان يكون في ربط بين المحاور، ولازم الناس تكون عارفه
ما هي الموارد المتاحة للدولة حتى تستطيع منها أنها تطور أو تخصص جزء منها لتطوير التعليم وجزء الخدمات الصحية، فيبقى الحل ساعتها عملي ومنطقي. ده بياخدنا معالي الوزير، ودي نقطة مهمة جدا حضرتك أثرتها، اللي هي المواضيع العابرة للمحاور الثلاث، محور الاجتماعي ومحور الاقتصادي والمحور السياسي. أنا أتصور وحضرتك صحح لي يعني أن هناك تنسيق ما بين المحاور الأخرى خاصة في القضايا العابرة للمحاور، أنا فاهم صح؟ طبعا يا فندم، احنا يعني عندنا الحد والثلاث والخميس زي ما حضرتك عارف، الحد سياسي والثلاث اقتصادي والخميس مجتمعي، لكن بنلتقي في يوم الاثنين ويوم الأربع وبيحصل تنسيق وبيحصل مراجعة لما تم في اليوم. يعني امبارح كنا موجودين هنا وبكرة إن شاء الله هنبقى موجودين برضو عشان نراجع ما تم النهاردة في المحور الاقتصادي، وبنحاول نشوف ايه الاخطاء اللي حصلت وايه الحاجات اللي ممكن نتلافاها وايه اللي ممكن يسري الحوار اكتر. فانا دايما بحاول اقول لكل الناس اللي هتيجي تحضر اي لجنه من اللجان، يعني يا ريت يا جماعه نكون من تشخيص المشكله. أيوة. مصر الحمد لله على مدار فترات كثيره قدرت تشخص المشاكل، لكن في ضوء التحديات اللي موجوده دلوقتي عايزين نضع لها حلول. ومش كده كمان، توجيه السيد الرئيس هي ايه اولويات العمل الوطني، فهي أولويات. احنا برضو عندنا مشاكل ممكن يكون في 5-6 قطاعات، ايه اللي نبدأ بيه ونبدأ بيه بكام وعلى مدة خطة قد ايه، وايه الحاجة السريعة قوي وايه الحاجة اللي ممكن يكون حلها مش محتاج فلوس، لكن ممكن يكون محتاج تعديل تشريعي. مجرد تعديل في التشريع ممكن يحسن حاجة، ممكن يكون بعض قضايا الأحوال الشخصية إذا اتفق على شيء معين ورفع وترفع توصية للسيد الرئيس وجد فيها وجاهة من ناحية المنطق ممكن يرسلها إلى المؤسسات الدستورية، ربما المؤسسات التشريعية، ربما هذه المؤسسات تجد فيها من المنطق ما يجعل هناك تعديل في بعض القوانين قد يكون يعني. فلازم نكون ماشيين بالتوازي، ما هي الأمور التي يعني تحتاج إلى ميزانيات، تحتاج إلى خطة عمل على عدة مراحل، وفي كمان أمور أخرى ممكن زي مثلا سيادة الرئيس من حتى من قبل الحوار الوطني لما عمل إشراف القضاء الكامل على جميع الانتخابات، ده قرار من السيد الرئيس وتم تنفيذه. وبالتالي احنا في حاجات مختلفة لابد الناس كمان تشعر من الناتج من الحوار الوطني، فلابد ان احنا نكون منطقيين. وفي توصياتنا صحيح المحاور هترفع توصياتها لمجلس الأمناء، ثم مجلس الأمناء يعيد صياغة هذه التوصيات مرة أخرى، ثم يتم إرسالها للسيد الرئيس لدراسة بقى واجهتها، هل هي تصلح للتنفيذ، تصلح للإرسال للتشريع. فكل ما أتمناه من جميع الحاضرين وهم كلهم خبراء وأساتذة وممثلين لأحزاب وكل حاجة، أن يكون الكلام فيه نوع من العملية والمنطقية ووضع حلول لمشكلات كلنا عارفين أنها موجودة في المجتمع المصري. وزير، عايز أختم مع حضرتك بحاجة، وهذه هي الموضوع يعني ده تم التركيز عليه في أكثر من مناسبة. أنا يعني أستسمح حضرتك أن نركز برضو عليه مرة أخرى أنه لا وجود لخطوط حمراء في جلسات الحوار الوطني. لا إطلاقا ما فيش أي خطوط حمراء غير الخطوط الحمراء الطبيعية في كل مكان، الالتزام بالسلوكيات والأخلاقيات ولكن علشان ما ندخلش برضو في أمور أخرى، إحنا عندنا ما فيش كلام على المواد الدستورية، لازم يكون الدستور هو إطارنا اللي بنتحدث من خلاله، ولا الشق الأمني طبعا، ولا طبعا والأمن القومي مش مطروح في الموضوعات يعني. لكن ما عدا ذلك طالما بنتكلم في إطار السلوكيات واحترام رأي والرأي الآخر ونوع من الآداب العامة في الحديث والإلقاء والالتزام بالوقت وكل حاجة، فليس هناك خطوط حمراء. والهدف وإحنا متأكدين من هذا، هدف جميع المشاركين والمتحاورين هو المصلحة العامة ومصلحة الوطن. معالي الوزير خالد عبد العزيز، معالي الوزير الشباب والرياضة السابق، أنا أشكرك شكرا جزيلا. أنا متشكر جدا. شكرا أستاذ رجاء. مستمرون معكم في تغطية وقائع وجلسات الحوار الوطني في أيامي طبعا الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع. شكرا لكم.